عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي مربي الأرانب، كل سنة وحضرتك طيب. أنا دكتور أحمد طلبة، دكتور أحمد طلبة من مصنع دكتور الأعلاف. كنا وعدنا حضراتكم إن إحنا نتكلم على سلسلة إزاي تكسب من تربية الأرانب. حضرتك بتربي أرانب، ولكن كتير قوي من الناس بيشتكي هو ليه ما بنكسبش من مزرعة الأرانب. فإحنا هنتكلم مع في مكسب مزارع الأرانب في خطوات. هنعمل تقريبا 4 إلى 5 فيديوهات هيوضحوا لحضرتك نقط معينه ازاي تكسب فيها في مزرعه الارانب. الفيديو النهارده هيتكلم على المكان وازاي مكان وطريقه التهويه اللي انت تعملها بحيث ان انت تكسب في مزرعه الارانب. طبعا الفيديو ده هيكون منشق لقسمين، القسم الاول هو اجزاء انا هتكلم فيها بالنسبه للتربيه، والنقطه الثانيه معانا الجماعه بتوع الدعايه عندنا، وهنشوف الاسئله اللي بتطرح عليهم واحنا ازاي نقدر نحلها لمربي الارانب في مصر بحيث ان هو يوصل للربح. طبعا الارانب يا جماعه الخير هي بتتربى في اي مكان. اي مكان تقدر تربي فيه ارانب، ولكن المكان اللي انت هتربي فيه ارانب ده لازم يكون يتوفر فيه بعض الشروط. اول حاجه علشان تربي ارانب في مكان كويس ان المكان اللي حضرتك هتربي فيه الارانب ده تتوفر فيه تقدر تتحكم فيه في درجه الحراره. يعني ايه؟ الارنب بيقول ان هو بيعيش في درجه 28 او 25 او 26، ده كلام الكتب، لكن انا بالنسبه لي بقول لحضرتك وببساطه درجه الحراره في الارانب ما تتعداش ال 30 عشان يكون ارنب منتج. النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ما يحصلش تفاوت بدرجه الحراره 10 درجات مئويه بين النهار وبالليل. يعني لو درجه الحراره في العنبر عندك بالنهار مثلا 30، ما ينفعش بالليل تبقى 18 19، عايزينها اقل حاجه تبقى 20. ولو هي بالليل 9 ما ينفعش الصبح تبقى 25. فبالتالي لازم ما يحصلش تفاوت 10 درجات مئويه. هل تقدر تربي ارانب من غير خليه تبريد؟ انا افضل تربيه الارانب بدون خليه التبريد المباشره، لانها طبعا بتزود نسبه الرطوبه جدا. فيبقى اول مشكله عندنا او اول نقطه علشان تكسب في مزرعه الارانب ان المكان بتاعك حضرتك تقدر تتحكم في درجه الحراره بحيث انها ما تزيدش، او التفاوت بين النهار وبالليل ما يبقاش اكتر من 10 درجات مئويه. النقطه الثانيه، درجه الرطوبه ما تعلاش عن 65 درجه مئويه، 65% درجه الرطوبه ما تزيدش عن 65%. والنقطه الثالثه، ما تزيدش درجه حراره العنبر عن 30 درجه مئويه في حاله الانتاج. طيب لو جه في يوم ظهر مثلا وغصب عننا كلنا ودرجه الحراره زادت جدا، لو زادت جدا عن 30 درجة مئوية كتير، يعني في بعض الأيام بتوصل 40، إزاي حضرتك بقى المكان الجميل اللي حضرتك واخده ده يكون 40 درجة مئوية بره العنبر، وجوه العنبر ممكن توصل لإيه؟ لـ 30 32. التعامل اللي حضرتك هتعمله إن حضرتك هتنزل الموسع الشعب زي التيربو برونكيال اللي بيحتوي على موسعات الشعب بحيث ان الارنب ما يحصلوش اجهاد حراري شديد. النقطة الثانية، انك ممكن تكب مية على ظهر الارنب وليس رشاش، مش هترش بالرشاش، انت هتكب مية على ظهر الارنب وراسه، ظهر الارنب وراسه، ده هيقلل الاجهاد الحراري بشكل كبير جدا. هيعلي الرطوبة؟ هيعلي الرطوبة، ولكن هو خلاص الارنب بيكون في حالة فرفرة يعني. دي النقطة الأولى. بس لو رشيت بالرشاشة الرطوبة هتزيد أكتر من كده بكتير. النقطة الثانية، إن المكان اللي حضرتك هتاخده وهتربي فيه أرانب يكون مجهز إنك تعرف تصرف الصرف بتاع الأرنب ده بسهولة، الزبل بتاع الأرنب، المية بتاعت الأرانب تقدر تطلعها بسهولة. النقطة الأولى. النقطة الثانية، إن يكون في مصدر أغسل بيه إيديا أملي المية، مصدر مية، يبقى مصدر مية كويس في المكان، مصدر صرف كويس في المكان، ما تروحش تاخد مزرعة ما فيهاش مصدر للمية ولا فيها مصدر للصرف، مزرعة في وسط الغيطان والراجل اللي جنبك في الأرض مش هيرضى يخليك تصرف، فبالتالي مشكلة كبيرة جدا دي. النقطة التانية، إنك مفيش مصدر للمية تغسل الحاجة بتاعتك وتطهر نفسك، الأرانب بتحتاج مية كتير جدا في التطهير والغسيل والحاجات دي كلها. النقطة التالتة، إن برضو المكان يكون فيه سهل إنك تدخل العلف بسهولة وتطلع الزبل بسهولة والإنتاج بسهولة.
اللي انت هتبيعه. يعني مثلا هتروح تاخد هتربي مثلا فوق سطوح في الدور العاشر مثلا او الدور السابع ومفيش اسانسير ولا في ونش، فبالتالي هتطلع شكارة العلف على كتفك لما نفسك يتقطع، وهتنزل كل يوم زبل لما نفسك يتقطع، فبالتالي هتلاقي نفسك هنا تربية الأرنب بالنسبة لك هتبقى صعبة جدا، ومش هتركز في الإنتاج بتاع الأرنب، فبالتالي هيؤدي بعد ذلك للإيه؟ للأسف للخسارة. فأنت عشان تكسب لازم تسهل على نفسك أو تسهل على العامل اللي موجود معاك طريقة الشغل. ما تقولش أنا جايب عامل وبياخد فلوس ولا أنا هطلع عينيه، لا بالعكس، العامل ده كل ما هتريحه طول ما أنت هتاخد منه الشغل المطلوب المهم. ما ريحه في العتالة، ريحه في التطليع وفي التنزيل وفي التنظيف والكلام ده كله، اعمل له سيستم او نظام سهل يشتغل بيه، ساعتها انت هتاخد منه شغل مظبوط. ما تقولش لا ده انا ايه ده بياخد فلوس او بياخد مرتب يعمل بيه، ما فيش الكلام ده. النقطة اللي بعد كده في المكان، انك توفر في المكان ان ما يكونش فيه الفران. الفران هو ناقل ميكانيكي وناقل بيولوجي للايه؟ للامراض. بينقل لك الامراض من بره، من المجاري والقرف. هو عايش فين؟ عايش في المجاري، بينقل لك القرف والامراض من المجاري ومن كل الحاجات دي ويدخلها لك جوه المزرعه، وينقل لك الديدان ويعمل لك مصايب سودة جوه المزرعه. وده غير ايه كمان؟ غير انه بيخوف الارانب، يخلي الارانب يحصل لها عمليه افتراس، الارانب تزيد عندها هرمون الادرينالين فبيقلل الخصوبه ويقلل الانتاج بشكل عام. فبالتالي المكان لازم يكون مفهوش ارانب. طب انا اعمل مكان ازاي مفهوش ارانب؟ يكون مكان محكم الاغلاق، ما اجيبش مزرعه السقف بتاعها بوص ومش معزول بالبتاع الاسمر ده اسمه اللي هو ما يكونش يكون السقف بتاعها معزول، لكن ما تروحش تجيب سقف بوص والفران طالع وداخله وعايشه معاك، هتبوظ لك العلف، هتغير لك ريحه العلف، هتستهلك كميه علف، هتعمل لك افتراس في المزرعه، وهتنقل لك الامراض جوه المزرعه بشكل ميكانيكي. عزل البيتونيوم اللي هو البلاك ده، اللي هو البلاك اللي بيتحط في المزرعه ده، عزل جميل جدا. تمام. بعد كده المكان برضو اللي هربي فيه الارانب لازم يكون فيه مصدر للكهرباء، علشان انا لازم الارانب بتحتاج 16 ساعة اضاءة. 16 ساعة اضاءة. طيب 16 ساعة ولا 24 ساعة؟ 16 ساعة اضاءة. فانت النهاردة محتاج اضاءة 16 ساعة جوه المزرعة، محتاج مطور للمية ومطور قوة دفع للمية عشان اغسل خطوط المية وانضف انضف خطوط المية بتاعتي والصرف بتاعي بشكل سهل وبسيط. الكلام ده كله يبقى انا محتاج مصدر كهرباء ومصدر ميه ومصدر للصرف جوه المكان اللي في المزرعه. حضرتك لو عملت كده وسهلت على نفسك الامور وسهلت على اللي شغال الامور بالنسبه اختيارك المزرعه من الاول خالص، هتلاقي نفسك بتعرف تنتج بسهوله، هتلاقي نفسك الارانب مرتاحه معاك، هرمون الادرينالين عندها مش عالي، نسبه الامونيا ما بتتراكمش، العامل اللي انت معتمد عليه ده ممكن يغيب في يوم، ممكن انت نفسك لو انت شغال بنفسك ممكن انت تتعب في يوم، فبالتالي لازم يكون الصرف سهل، ان ايه ان بسهوله في ظرف 10 دقائق تكون منظف مزرعه كبيره. تمام. فبالتالي طول ما هتسهل على نفسك الامور طول ما الايه هتكسب من مزرعة الأرانب، وده المطلوب وده اللي احنا عاملين سلسلة الفيديوهات ديت علشان